لا دي تالت مرة أصور الفيديو ده، وكذا مرة تتوفرش الظروف ولا تتوفر حاجات كتير عشان أصوره، مش عارف ليه. يعني أول مرة صورته كانتش الإضاءة كويسة والشمس راحت زي دلوقتي كده، وتاني مرة لحقت الشمس من أولها، بس كان في ناس بتنزل حاجات في الشارع، وبعد كده أذان أذن، وبعد كده إقامة، وبعد كده الكارت طلع مليان، وبعد كده مش عارف كان في درس بعد الصلاة بصور ده في رمضان. فبصوا انا هصور الفيديو ده، معلش ممكن الاضاءه ما تكونش احسن حاجه، ممكن التصوير ما يكونش احسن حاجه، مش بصور في الاستوديو بتاعي، بس انا النهارده جاي اتكلم عن بند هواوي بند 7 نازله بقى لها 9 شهور، انا ما عملتش ريفيو عنها وما اشتريتش هواوي بند 6. اخر مره كنت عامل ريفيو كان لهواوي بند 5، وما حسيتش ان بند 6 فيها اي مميزات جديده وكانت غاليه جدا. هواوي بند 7 برضو غاليه، بس كان لازم ان انا اعمل عليها ريفيو، ان هي جايه بشويه مواصفات جديده شويه عن اللي فاتت. طبعا عايز اقول لكم على حاجه، مفيش تغييرات جذريه، بس انا بستخدم الساعه دي او البند دي بقالي 3 شهور، فهقول لكم ايه اللي عجبني وما عجبنيش ومميزاتها وعيوبها وتستحق تشتريها ولا لا. طبعا مكتوب على العلبه من قدام الترا ثين ديزاين، يعني انحف بكتير قوي من التصميم اللي فات، واوتوماتيك اس بي او 2 قياس نسبه الاكسجين في الدم، ولونج باتري لايف، ومكتوب 1.47 قبل الديسبلاي فول فيو ديسبلاي، يعني مفيش بيزلز كبيره وكده، كونتينوس هارت ريتنج، ساينتفك سليب تراكنج يعني بتتبع النوم، وفيها 96 ورك اوت، فيها فاست تشارجنج 5 بي تي ام ووتر ريزيست. الباند دي بتيجي بشاشه 1.47 اموليد، البيزلز بتاعتها تقريبا خفيفه قوي، يعني انت ما تشوفهاش، يعني هو لو ركزت فيها شويه هتشوفها، غير كده مش هتشوفها. وبتيجي بوزن 16 جرام، وزن الساعه نفسها من غير الاستراب، والاستراب بيجي سيليكون، فهي الساعه بتكون خفيفه جدا على الايد، ما تحسش بيها خالص. الشاشه برضه بتيجي بكثافه بكسلات 368 في 194 كثافه بكسلات لكل ايد. وبتيجي الوان كتير زي رمادي، زي بينك، زي ابيض، زي اسود، زي اخضر، زي احمر، فيها الوان كتير قوي. فيها سنسور اكسلرومتر وجايروسكوب وقياس نبضات القلب. سنسور قياس نبضات القلب على فكره اوبتيكال، وبيكون فيها زرار واحد، والشاحن بتاعها ماجنتيك، بيكون شاحن كده ابيض وبيركب مناطق نفس الشحن التقليدي بتاع هواوي. موافقه لاندرويد 6 فيما فوق واي او اس 9 فيما فوق. حاطين على العلبه مقاومه للميه معيار 5 اي تي ام ووتر ريزيستنت، يعني مقاومه للميه مش ضد الميه، مقاومه للميه. انت تقدر تنزل بيها 50 متر تحت الميه، بس مش الميه المالحه. انا نزلت بيها البحر مترين او 3 متر ما حصلهاش حاجه، يعني مترين 3 بكتير قوي ما حصلهاش حاجه، وكانت شغاله زي الفل ما فيهاش اي حاجه خالص. دي عادي، انما بقى انت لو تنزل فيها اكتر من كده في الميه المالحه ما انصحش بصراحه. الناس اللي عندنا في البحر الاحمر ودهب ومرسى علم وكده هم هيبقوا فاهميني اكتر، لو بينزل بقى يعمل سنوركلينج وغوص وبتاع لا مش قوي، بس في الايام العاديه مثلا تتوضى تاخد دش بتاع الكلام ده شغاله معاك عادي جدا ما فيهاش مشاكل. تيجي طبعا ببلوتوث 5، دي بتديها رينج 10 متر كونكشن للتليفون، وهي بعيده عن التليفون، يعني مثلا التليفون ما بقاش 10 متر مساحه مفتوحه عنها، غير كده لو في حوائط او كده ممكن المساحه تقل، بس هي الكونكشن بتاعها قوي جدا. انا جربت ما تحطهاش في درجه حراره اكتر من 45 درجه ولا اقل من 10 درجات مئويه، لان ده بيأثر عليها، بيأثر على البطاريه وخليها تفصل والكلام ده. وهي يا سيدي بتقعد معاك 14 يوم، طبعا كعاده اي بند الناس كلها كانت بتقول ان هي بتقعد 14 يوم. دي كانت الحاجات اللي هي المفروض مواصفات للبند. البند دي بقى انت لما تيجي تشوفها من قدام، لو انت طبعا ضغطت على طول من على الواجهه بتاعت البند هتختار ما بين الواتش فيسز الكتيره، هتلاقي بقى انا مختار مثلا الانرجي ده في نسبه البطاريه وقياس نبضات القلب والحراره والكالوريز اللي حرقتها قد ايه واليوم والتاريخ والساعه والخطوات، ولو سحبت شمال برضه هتلاقي نفس الموضوع، وبعد كده هتلاقي الطقس وقياس نسبه الاكسجين في الدم وقياس نبضات القلب. قياس نبضات القلب هنا يعني قريب جدا للحقيقه، هو مش يعني مش حقيقي جدا، مش واقعي 100% ولكن قريب جدا من الحقيقه، وكذلك قياس نسبه الاكسجين. يعني انا جربت كان في حد صاحبي كان عنده مشكله نبضات قلبه كانت سريعه شويه، وساعتها لبسته ساعه وقستها وفعلا كانت سريعه، كانت طالعه ان هي ضربات قلب عاليه، فعشان كده بقول ان هي قريبه الحقيقه لما جربتها. قياس نسبه الاكسجين في الدم بتاعتها قريبه برضه للحقيقه جدا. الباند دي طبعا بند، يعني لا فيها مايك ولا فيها سماعه، لا تسمع منها حاجه ولا هتقدر تتكلم تقول يعني تعمل مكالمه. الاستراب بتاعها خفيف وتقدر انت تنام بيه عادي مفيش فيه مشاكل خالص، والبرايتنس بتاع الساعه حلو قوي حتى في الشمس والعالي، بس الشمس القويه قوي ساحه الدور شمس قويه هتشوف، بس خفيف قوي. طيب انت سحبت من فوق هتلاقي البطاريه وهتلاقي التاريخ واليوم وهتلاقي متصله بالتليفون ولا لا، والدونت ديسترب اللي هي منع الازعاج، و فايند فون اللي انت بتدور على التليفون بتاعك لو كونكت بيها، والديسكونكت من التليفون، وهتلاقي المنبه وهتلاقي السيتنجز، ولو دوست على الزرار اللي من الجنب لان ده زرار ممكن ترجع منه باي ذا واي، ممكن ترجع برده لو سحبت من على الشمال، هتلاقي في الاول خالص الورك اوت، ودي احلى حاجه فيها اوتو ديتكت الورك اوت بتاعك بطريقه لطيفه، يعني مثلا في بندات اوتو ديتكت بعد كده تقول لك اصلا هو انت بتمشي انت شكلك بتجري، حاسس كده ان انت في حاجه، انت كويس بتمشي طيب؟
ساعدي قبل ما اعمل الابديت بتاعها من على الابلكيشن بتاع هواوي كانت بتعد الخطوات على طول من غير ما تسمع زي ما لو قلت لكم في الفيديو. انا بعد ما عملت الابديت الاخير بتاعها من على الابلكيشن ابتدت اتاخر في عد الخطوات، ولما تحس ان انا ماشي تبعت لي رساله انت ماشي ان دور ولا اوت دور ولا ايه الاكتيفيتي اللي انت بتعمله ولا بتعملش اكتيفيتي، ودي حاجه كده راح تيجي تشرب ميه او حاجه. فدي حاجه ما عجبتنيش فيها ان هي الابديت حط فيها الاوبشن ده، جايز تكون حاجه كويسه وجايز ده. حته الاكيورسي او الدقه في حساب الخطوات اعتقد ان هي دقيقه في حساب الخطوات، لان بتبعت لي كل فتره كده ان انا مشيت عدد الخطوات المحطوط له 10000 خطوه وكونجراتيليشنز. فده كان الابديت الوحيد في الحته دي. في انا زي ما قلت لك 96 ورك اوت، بس في ورك اوتس بتدوت وبتدكت ورك اوتس بتاعت. انا تحت الورك اوت ريبورتس وهتلاقي الورك اوت ستيتس، الحاله بتاعتك في الورك اوت عامله ازاي، بتتحمل قد ايه، قياس ضربات القلب اللي هي شغاله كويس وشغاله على طول، ممكن تفعلها تشتغل على طول من الابلكيشن، والاس بي او 2 اللي هو قياس نسبه الاكسجين في الدم، والاكتيفيتي ريبورتس والسليب تتبع النوم ودي كويسه فيها، والستريس لو انت حاسس انت مخنوق وستريس وكده، بريثنج اكسرسايز حاسس قلبك مخنوق او صدرك في حاجه نفسك مش متظبط، فانت بقى دي بتساعدك بقى تاخد نفس تطلع نفس الكلام ده. النوتيفيكيشنز كل النوتيفيكيشن هي بتيجي عادي جدا بالعربي والانجليزي عادي جدا، تقدر تسحب من تحت وتحدد الابلكيشن اللي انت عايز منها النوتيفيكيشنز من التطبيق، وده الطقس والستوب ووتش والتايمر والالارم اللي هو المنبه، والالارم هنا كويس والفايبريشن بتاعه كويس قوي. فلاش لايت مش احسن حاجه، فاين فون لو انت بتوصلها بالتليفون بتاعك عايز تدور عليها. وهتلاقي بعد كده ايه السيتنجز، السيتنجز هنلاقي ايه؟ هنلاقي من فوق خالص في الديسبلاي اللي هي الشاشه اللي فيها الواتش فيسز كلها الموجوده، فيها 12 واتش فيس او 10 تقريبا، وطبعا هتلاقي مئات الواتش فيسز من على تقدر انت تنزلهم وتقدر تحط صورتك والكلام ده كله. ده الاولويز اون ديسبلاي لو انت عايز تبقى في اولويز اون ديسبلاي، تقدر ان انت برضه تشوف تغير وبتاع، شوف انت عايز الاولويز اون تبقى بشكل ايه. فانا يعني مش مختاره بشكل حاجه عادي يعني، فتقدر تقلب من غيرهم وخلاص. بعد كده الفيفورتس اللي هو الحاجات اللي بتظهر لك في اللي انت بتقدر تغير يمين وشمال، عايز بقى الهارت ريت، عايز الاس بي او 2، ويذر الاكتيفيتي ريبورتس، تشيل ايه وتحط ايه. بعد كده تلاقي برايتنس وتاب تو ويك سكرين، لو انت تدوس على السكرين كده اللي هو عشان تفتح فدي انت مفعلها او مفعلهاش، وعشان تقفلها باي ذا واي لازم بتدوس بكف ايدك كله على الشاشه عشان تقفل معاك. وهنيجي هنا للادفانسد هنلاقي بقى السليب اوتو اللي هي الشاشه يعني تطفي معاك امتى بعد قد ايه والكلام ده كله، والسكرين تايم يبقى قد ايه. نلاقي بعد كده بقى لو خرجنا نلاقي الفايبريشن انت عايزه سترونج ولا عايزه سوفت ولا عايزه مش عايزه خالص، انا عامله سترونج. دو نوت ديستورب، وهتلاقي في كمان البن لو انت مثلا في طفل صغير هيلعب فيها او كده، او انت مش عايز تقعد ايدك كل ما تيجي عليها تتحرك فممكن تعملها رمز سري. يعني الحاجات دي بتبقى موجوده مثلا في ساعه ابل او في الساعات دي عشان مثلا فيها صور فيها حاجات فيها ممكن تتصل، ما اعرفش هنا هتعملها ليه يعني غير من الحاجات دي بصراحه، لو حد يعرف برضه ممكن يكتب لي في الكومنتس. دي بقى حاجه ناس كتير ما بتقولش عليها، البند. البند دي لو انت استعملتها مع اي جهاز ايفون مش هيبقى عندك ميزه التحكم في الاغاني، واضح ان انت ما شفتوهاش، فانت مش هيبقى عندك الميزه دي. لو استخدمتها مع موبايل اندرويد تبقى شغاله عادي جدا مفيش مشكله. البند حلوه سريعه جدا في سرعه استجابتها بالبلوتوث سواء ايفون او سامسونج، سرعه استجابتها للبلوتوث خطيره ورهيبه رهيبه، اول ما بفتح البلوتوثك على طول هي كونكت، هي عارفه هيروح فين، فدي حاجه كويسه جدا في الباند دي. الباند دي برده من الحاجات اللي عجبتني فيها ان هي خفيفه فعلا وان هي شيك، والستراب بتاعها بيتغير انت ممكن تغير الستراب بتاعها عادي. تفرق بقى كتير عن الباند اللي فاتت او اللي قبلها او لا، اللي فاتت انا ما استخدمتهاش لان ما حسيتش ان فيها اي تطور، بس انا مش شايف ان هي تفرق لدرجه ان انا ممكن اشتري باند ب 2000 ونص. باند ب 2000 ونص ده كان سعر مثلا بتاعه اونر سمارت ووتش اللي احنا كنا عاملين عليها ريفيو، اللي كانت سمارت ووتش بقى كانت فيها فيتشرز بقى ومكالمات وبتاع، فكان فيها فيتشرز، انما دي 2000 ونص اه الدنيا غليت بصراحه، بس لا يعني ما تشتريهاش، ممكن تشتري قومي ارخص منها، بس الشكل بقى الفكره في الشكل، انت بص الشكل ده بقى لا مربع ولا اللي هو الشكل البيضاوي الرفيع ده، هو بين البين، شكلها حلو شيك قوي، التمرين كويسه جدا وبتحسب كويس قوي، الكالوريز بتحسبها كويس والخطوات والمسافه اللي مشيتها، وفيها جي بي اس يقدر يقول لك انت مشيت منين لفين. في الاوت دور ران ده الجي بي اس اللي قلت لكم عليه، يا جي بي اس اهو، فبتقدر ان هي تقول لك انت الساعه كام وبتيجي فين والكلام ده كله. اول ما هتفتح هتلاقي في عندك بيسينك طبعا الداتا عشان هي سريعه جدا في الاتصال، في عندك بيقول لك مشيت كام خطوه، الاكسرسايز ريكورد بتاعك انت مشيت كام كيلو وقد ايه، وهتلاقي في عندك ضربات القلب 115 مش عارف عالي ولا قليل، السليب متوسط النوم 6 ساعات و6 دقايق، تيست 53 نورمال، الاس بي او 2 99% ما شاء الله، بلاد بريشر ضغط الدم 128 على 88 اعتقد ده عادي معرفش، بس هو هنا ظاهر ان هو ميديوم، بس يعني ضغط عالي يا جماعه، يعني حاولوا تعملوا لايك كده بتاع شاركوني كده. هيقول لك هنا بقى التاريخ بتاع ضغطك وكده،
فهنا بقى مثلا لو باند 7، لو دوست على الباند 7 تلاقي بقى كونكتد، تلاقي عدد الخطوات، عدد الكالوريز، المسافه اللي مشيتها النهارده مثلا، الواتش فيسز الكتيره قوي الموجوده، في حاجات كتيره. وزي ما قلت لك ممكن تعمل كاستمايز، تحط صورتك والكلام ده كله، تحط ممكن تعمل فيها بقى لو هي ترو سليب تعملها انيبل، اكتيفيتي ريمايندر اللي هو لو انت قاعد ساعه تقول لك قوم اقف والكلام ده، والكونتينيوس هارت ريتنج انت عايز تعملها ولا لا، والاوتوماتيك ستريس تيست اللي بتعمل بشكل اوتوماتيكي، فانت بتدوس بقى كاليبريت وبتاع، بيقعد يسالك شويه حاجات. وفي الاوتوماتيك اس بي او 2 انا هعمله برضه غير تاني. النوتيفيكيشن وايه الابلكيشن اللي انت عايز يجي لك منها نوتيفيكيشن وبتاع، وهتلاقي الهيلب والويذر ريبورت والالارم اللي هو منبه، والالارم هنا قلت لكم كويس جدا بتاع الساعه 12. في بعد كده بقى الديفايس سيتنجز، بلوتوث ديسكونكت ريمايندر انك تفكرك تفصل البلوتوث، ريست ويك اللي هو لما تعمل كده ساعه تنور او لا، ودي شغاله عادي جدا. وابديت فريم وير ابديت، هنعمل لها ابديت لغايه اما ايه اقول لكم بقى على شويه حاجات. بند ما تستحقش تشتريها قوي بالسعر ده بصراحه، يعني عادي بند عاديه جدا، بس انا انبسطت تجربتي معاها، انبسطت ان هي يعني فيها كل السنسورات شغاله كويس، فيها اوبشنز كتير قوي. يعني انا ممكن ارشح لك لو انت تقدر تشتريها ارخص من 2500 في عماله مثلا او حاجه، او من غير ضمان او كده تشتريها، البند كويسه قوي قوي قوي. كان كل حاجه عن البند وعن تجربتي معاها، انصح ان انت تشتريها لو هي بسعر ارخص من كده شويه، لو انت مش هتفرق معاك السعر اشتريها، بند كويس قوي. لو انت عندك اي سؤال اكتبه لي في الكومنت وهرد عليك، واعمل لي لايك عشان تساعدني في نشر المحتوى، ولو اتفرجت على الحلقه الاخيره بشكرك، شكرا، سلام عليكم.